عند ميناء جزيرة لسبوس ينتظرون نداء استغاثة في بحر إيجا. يستعد فريق الإنقاذ اليوناني ليوم عمل اعتيادي لانتشال قوارب الموت. رافقنا قاربي إنقاذ إلى عرض البحر. تولى كل قارب منطقة بحث بعيدة عن الأخرى. 3 ساعات قبالة سواحل اليونان، لا لاجئين ولا قوارب. فبحر إيجا شهد منذ نحو عام انخفاضاً لافتاً في موجات اللجوء. بعد 31 من مارس العام الماضي شهدنا اختلافاً كبيراً في حركة القوارب. قبل هذا التاريخ كان يصل ما يقارب 1500 لاجئ يومياً، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 10,000 لاجئ. الآن يصل نحو 200 لاجئ في الشهر. مهمة المنقذين عسيرة أيا كانت النتيجة. إن نجحوا بانتشال الأحياء فالإعياء ثمن لا بد منه، أما انتشال الجثث فيغرق المنقذين في بحر من الكآبة. أعداد كبيرة من الأطفال والنساء يشعرون بالخوف وهم على متن القارب. بالنسبة لنا تحدي كبير أن نهدئ من روعهم وننقلهم بسلام. يعود المنقذون إلى الميناء وتبقى شكوكهم في البحر. ماذا لو غرق لاجئون دون أن تسمع استغاثاتهم؟ من جزيرة لسبوس اليونانية، علم طيرة، العربية.